مرحبا بك في العرض عن التكامل غير المعرف وتكامل المشتقة. إذا دعونا نبدأ بمراجعة للمشتقة الفعلية. إذا أخذت المشتقة لدي دي إكس، هذه فقط معامل الاشتقاق. إذا أخذت المشتقة للعبارة إكس تربيع، هذه واحدة سهلة. إذا تذكرت ما عرضته عن الاشتقاق، حسنا، هذا يتبع نظام محدد إلى حد ما. أنت فقط تأخذ الأس، والذي يصبح المعامل الجديد. أنت حقيقة تضربه ضرب المعامل القديم، لكن في هذه الحالة المعامل القديم هو واحد، إذن 2 ضرب 1 هو 2، وتأخذ المتغير 2 إكس، ومن ثم الأس الجديد سيكون أقل بواحد من الأس القديم، إذن سيكون 2 إكس للقوة 1 أو فقط 2 إكس. إذا هذا سهل. إذا كان لدي y تساوي x تربيع، نحن نعلم أن الميل عند أي نقطة للمنحنى ستكون 2 x. إذا ماذا إذا أردنا أن نذهب بطريقة أخرى؟ دعونا نقول إذا أردنا أن نبدأ مع 2 x، وأردت أن أقول ما هي المشتقة، أو 2 x هي المشتقة لماذا؟ Is the derivative of what؟ حسنا، نحن نعلم الإجابة لهذا السؤال لأننا فقط أخذنا المشتقة لـ x تربيع وكانت النتيجة 2 x، لكن دعونا نقول أننا لا نعلم هذا، نستطيع تقريبا أن نجده بديهيا. كيف نستطيع أن نصف القيام بهذه العملية التي قمنا بها هنا؟ كيف تستطيع أن تقوم بهذا بشكل عكسي؟ إذن في هذه الحالة، حسنا، نحن نعلم هو x تربيع، لكن الترميز لنحاول أن نجد 2 x هي المشتقة لماذا؟ نستطيع أن نقول أن، دعونا نقول 2 x هي المشتقة ل y. إذن 2 x هي المشتقة ل y. دعونا نتخلص من of what، ومن ثم نستطيع أن نقول y تساوي، وأنا سأتخيل بعض الرموز الوهمية، وحقيقة أنا سأوضح لماذا نستخدم هذه الرموز في العرضين. لكن عليك أن تعلم عند هذه النقطة ماذا يعني الترميز، أو ماذا يخبرك لتقوم به، الذي هو في الواقع فقط تكامل المشتقة أو التكامل غير المعرف. إذا نستطيع القول أن y تساوي التكامل غير المعرف لـ2x dx، وسأوضح خط التكامل، هذا هو. لكننا جميعا علينا أن نعلم عندما نرى خط التكامل، وهذه دي إكس، ومن ثم بعض الشيء من بين كل هذا يتطلب، هم يريدونك أن تجد تكامل المشتقة لهذا التعبير، ما هو؟ وسأوضح لاحقا لماذا هذا يطلق عليه التكامل غير المعرف. وحقيقة هذا الترميز سيجعل لديك الكثير من الإدراك عندما أوضح لك ما هو التكامل غير المعرف. لكن دعونا نأخذ لنسلم له الآن التكامل غير المعرف، هو فقط تكامل المشتقة. إذا y يساوي تكامل المشتقة بالضرورة، أو تكامل غير محدد للتعبير 2 x. إذا ماذا تساوي y؟ حسنا، بشكل واضح تساوي x تربيع. اسمحوا لي أن أسألكم سؤال، هل y تساوي x تربيع؟ لأننا أخذنا المشتقة، وبشكل واضح المشتقة ل x تربيع هي 2 x، لكن ما المشتقة ل x تربيع؟ ما هي المشتقة لـ x تربيع زائد 1؟ حسنا، المشتقة لـ x تربيع ما زالت 2 x. ما هي المشتقة لـ 1؟
حسنا، المشتقة لواحد هي صفر، إذا 2x زائد صفر أو ما تزال 2x. كذلك الأمر، ما هي المشتقة لإكس تربيع زائد 2؟ حسنا، المشتقة لإكس تربيع زائد 2 مرة أخرى هي 2x زائد صفر. إذا لاحظ المشتقة لإكس تربيع زائد أي ثابت هي 2x. إذا حقا y ستكون مساوية لإكس تربيع زائد أي ثابت، ولأي ثابت سنضع c هنا. إذا إكس تربيع زائد c، وستقابل الكثير من معلمي الرياضيات يوضح هذه المسألة بشكل خاطئ إذا نسيت أن تضع c عندما تجد التكامل غير المحدد. إذا أنت تقول حسنا، أنت وضحت لي بعض الرموز، أنت أبقيت هذه المشتقة لأي عدد ثابت هو صفر، لكن هذا حقيقة لا يساعدك في أن تجد التكامل غير المعرف. حسنا، دعونا نفكر بطريقة نظامية، والتي تستطيع من خلالها أن تجد التكامل غير المعرف. دعوني أنظف هذا. لون واضح أعتقد سيجعل هذا أكثر تشويق وأهمية. دعوني أقول، نحن قلنا y تساوي التكامل غير المعرف. دعوني أطرح هنا شيء مهم، بعض الشيء. دعونا نقول التكامل غير المعرف ل x تكعيب dx. إذن نريد أن نجد بعض الاقترانات، والذي مشتقته هي x تكعيب. حسنا، كيف نستطيع أن نجده؟ حسنا، من المحتمل أنك ستفكر بشيء ما ضرب x لقوة ما، صحيح؟ إذن دعونا نقول أن y تساوي a x للقوة n، بعد ذلك ما هي dy dx أو المشتقة ل y بالنسبة ل x. حسنا، تعلمنا أننا سنأخذ الأس ونضربه بالمعامل، إذا هو a ضرب n. ومن ثم هو x للقوة n ناقص واحد. حسنا، في هذه الحالة سنعيد القول أن x للقوة 3 هي هذا التعبير، هو المشتقة لواي، هذا مساوي لإكس تكعيب. إذا كان هذا مساوي لإكس تكعيب، ما هي A وما هي N؟ حسنا، N من السهل أن نجدها، N ناقص واحد تساوي 3، إذا هذا يعني أن N تساوي 4. ومن ثم A ماذا تساوي؟ حسنا، n ضرب a يساوي واحد، صحيح، لأن لدينا a تساوي واحد في هذا المعامل، هذا لديه معامل سابق هو واحد، إذا a ضرب n تساوي واحد، إذا n تساوي 4، إذا a تساوي واحد تقسيم 4. إذا فقط استخدم هذا التعريف للمشتقة. أعتقد نحن الآن أوجدنا y ماذا تساوي؟ y تساوي 1 تقسيم 4 x للقوة 4، 1 تقسيم 4 x للقوة 4. أعتقد ربما بدأت تشاهد نموذج هنا. حسناً، كيف سنحصل من x تكعيب على 1 تقسيم 4 x للقوة 4؟ حسنا، لقد زدنا الأس بمقدار واحد، ومن ثم قسمنا المعامل على الأس الجديد،
إذن دعونا نفكر ما إذا كنا نستطيع أن نقوم بقانون عام هنا. بالطبع لدينا زائد سي هنا. إذن دعونا نجد قانون عام، والذي إذا كان لدي التكامل، حسنا لأننا استعملنا A دعونا نقول B ضرب x للقوة n dx. ما هو التكامل؟ هذه هي إشارة التكامل. حسنا قانوني الجديد هو أنا رفعت الأس بمقدار واحد، إذن هو سيكون x للقوة n زائد واحد، ومن ثم نضربه x ضرب معكوس هذا الرقم n زائد واحد تقسيم أو واحد تقسيم n زائد واحد. وبالطبع لدينا b، وفي يوم ما سأجد برهان قوي جدا، وربما سيكون صارم أيضا لهذا السبب. يبقى مضروب. حقيقة لا يتوجب علي أن أجد دليل صارم جدا، إذن فقط تذكر كيف تجد المشتقة، فقط نضرب هذه ضرب الأس ناقص واحد، إذن هنا ضعفنا المعامل ضرب واحد تقسيم الأس زائد واحد، هذه فقط العملية العكسية. إذن دعونا نقوم بزوج من الأمثلة مثل هذه سريعا جدا، لدي القليل من الوقت. حسنا هذا جيد. إذن دعونا نقول أنني أردت أن أجد التكامل لخمسة إكس للقوة سبعة دي إكس. حسنا نأخذ الأس ونضيف إليه واحد، إذن حصلنا على x للقوة 8، ومن ثم نضرب المعامل ضرب واحد تقسيم الأس الجديد، إذن هو 5 تقسيم 8 x للقوة 8، وإذا لم تثق بهذا أوجد المشتقة له، أوجد المشتقة ddx لخمسة تقسيم 8 x للقوة 8. حسنا أنت ضعفت 8 ضرب 5 تقسيم 8، حسنا هذا يساوي 5 إكس للقوة، والآن الأس الجديد سيكون 8 ناقص 1 5 إكس للقوة 7، وبالطبع زائد سي، لا أريدك أن تنسى زائد سي، أعتقد أنك أدركت كيف نقوم بهذا. في العرض التالي سنقوم بمجموعة من الأمثلة، وسنوضح لك أيضا كيف تعكس قانون السلسلة، ومن ثم ستتعلم التكامل بالأجزاء، وهو أيضا ضروري. إلى اللقاء.